أعزائي الله معكم. يحكى عن أخوين كان الحب رابطهما ويعيشان في وفاق تام، يعيشان من مدود الأرض، يعملان معا ويحصدان معا كل شيء مشترك فيما بينهما. تصادما ذات يوم بقوة وتفاقم الصراع، وراحت هوة عميقة تحفر بينهم وتفرق الواحد عن الآخر، والتزما الصمت الأليم لشهور عدة، وسكنا في منزلين متقابلين على ضفتي النهر. وفي أحد الأيام ترك أحدهم باب الأخ الأصغر بحثا عن عمل، فقال له الشقيق: انظر في الجهة المقابلة من النهر يسكن أخي، لقد جرح شعوري منذ أشهر وانقطعت علاقتنا، أريد أن أثبت له أنني أستطيع الاستغناء عنه، خذ الحجارة وشيد لي حائطا عاليا فلا أعود أراه. ومده بالعدة اللازمة وسافر لمدة أسبوع. وحين عاد الأخ الأصغر إلى منزله كانت مفاجأة كبرى بانتظاره، وبقي مذهولا لما رأى. عوض الجدار المرتفع لقد بنى الرجل الغريب جسرا رائعا. وفي اللحظة عينها خرج الأخ الأكبر من منزله وهرول راكضا نحو أخيه وقال: أنت حقا رائع، تبني جسرا بعد كل ما فعلته بك، أنا فخور بك وأطلب منك المعذرة والسماح. وبينما كان الأخوان يحتفلان وضب الرجل أغراضه متهيئا للرحيل. لا تذهب، قال له، لدينا عمل من أجلك. لكنه ابتسم مجيبا: أود لو أستطيع البقاء، لكن هناك جسورا أخرى للبناء. على هالأفكار الحلوة أعزائي نبلش برنامجنا اليوم، برنامج جسور، مع دكتور إلي هندي والآنسة دارين الحج. دكتور إلي هندي ودارين الحج هن ملتزمين بمنظمة ألف. رح نتعرف أكثر على بهالحلقة على دكتور هندي ودارين الحج وعلى منظمة ألف وعلى رسالتها بعالمنا. دكتور هندي هو أستاذ محاضر في كلية العلوم السياسية والشؤون الدولية والدبلوماسية في جامعة سيدة الويزة، ومسؤول عن تدريس حقوق الإنسان في جامعة سيدة الويزة، حائز على شهادة دكتوراه في إدارة الحكم والعلاقات الدولية في جامعة سيدني أستراليا عن موضوع حق تقرير المصير للأقليات نظرة من العالم العربي. هو عضو مؤسس ونائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة ألف للتربية على حقوق الإنسان، ناشط ومدرب على حقوق الإنسان. درس سابقا مواد علوم السياسية كما بعدة جامعات منها بأستراليا. عمل باحثا في مشروع بنيان حول الحكم الرشيد والمشاركة في الشأن العام في العالم العربي الذي نفذته YMCA ومؤسسة فريدريك آيبرت بتمويل من الاتحاد الأوروبي. هو كمان له عدة مطبوعات ومؤلفات حول الديمقراطية التوافقية، قوانين الانتخابات، حقوق الإنسان، الفرد وحقوق المجموعات إلى ما هنالك. حنتعرف أكثر على دكتور هندي بسياق الحلقة. دكتور هندي الله معك وأهلا وسهلا فيك. بداية بحب أنت شو هي التعبير اللي بتختارها لحتى نتعرف أكثر عليك؟ إذا بدك يعني باختصار أنا بعرف عن حالي إجمالا كإنسان مواطن لبناني مسيحي ملتزم عم بيسعى لأنه يكون ناشط بالشأن العام ويحقق تغيير معين بالمحل اللي هو فيه باختصار كتير. حلو هالرسالة مثل بكل مختصر بكل دقة. حلو كمان تقدر تربط التزامك المسيحي حسب عم بقدر افهم والتزامك المجتمعي، لانه وقت كثير في بصير شيء اسمه انفصال ما بين هالاثنين وننسى انه 100% هاي من الوحده الاساسيه اللي انا شخصيا بحياتي بجرب وصلها. التزامنا المسيحي مش ممكن يكون خارج مجتمعنا ولا حتى خارج سياستنا وسياسه بلدنا. التزامي المسيحي بيجبرني انه اكون فاعل بمجتمعي وعم بسعى للتغيير وعم بسعى لتحقيق حضاره محبة إذا بدك وحضارة سلام بالمجتمع، وكمان أنه يكون ناشط على الصعيد السياسي بأنه أنا أكون عم بعلم الناس وعم بلتزم شخصيا بشو يعني السياسة بالمعنى الصحيح للكلمة، خاصة بالجامعة مع تعليم طلابنا مع النشاطات اللي منقوم فيها، شو هو المعنى الحقيقي لكلمة السياسة، شو هو المنطلق المسيحي للسياسة، وكيف منطبق عمليا على الأرض. كتير كبير بتعمله لحتى نصالح المواطن بشكل عام. أكيد. مع فكرة الفكر السياسي السليم النقي الطاهر اللي هو خدمة الشأن العام اللي هو أساس فعلا رسالة كتير حلوة. مدموزيل دارين الحج المديرة التنفيذية لمؤسسة ألف لمنظمة ألف، حضرتك درست الحقوق في جامعة الحكمة والتزمت بفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وصار لك 2002 مع ألف
متطوعة. بلشت متطوع مع ألف وهلأ صرت المديرة التنفيذية لمنظمة ألف. أول شيء كيف تحبي تعرفينا عن حالك أنت؟ وشو الكلمات تستعمليها لتكملي تقريبا تحديدك لمنظمة ألف ورسالتها في لبنان؟ أنا بحب بس أقول بكل بساطة أنه ناشطة بحقوق الإنسان من سن من أيام الدراسة. كنت ناشطة بمنظمة ألف وبمنظمات تانية، وحتى لو أخذت مهام بالخارج كمان حبيت أن أرجع على لبنان وكفي المسيرة بطريقة أكتر عملية. ودارين كمان ينطبق عليها نظرية أنه هي ضمن المعايير يبشر مع ألف تحت السن. إيه أكيد دارين مشوارة طويلة. لا ولا يهمك. يعني مبدئيا يعني نحن بلشنا كشباب وما كان معنا تمويل وكانت من مبدأ قناعة. بوينت لح يصير هلأ، لكن هيدي بهالإطار من حلقتنا حنبلش نحكي عن مشاريع ألف، المشاريع الميدانية على الأرض شو عم تعملوا، ورح نقدر نفهم أكتر وأكتر. أعزائي سوا منشاهد الدوكيومنتري اللي حضرته ألف لقلنا. أنا بعتقد بس ما بفتكر إنه مش مزبوط. أنا بقول بس أنا برأيي لحظة شوي، ما معكن حق. بدي أذكر بس بشغلتين رمزيات اللي شايفينه اختلاف بدون خلاف. هو البازل اللي شفناه على الكرفان واللي موجود هلأ معنا، هو البازل تدل على شيء كتير بسيط، انه انا لحالي في شيء ناقص ما رح يكملني الا هالآخر المختلف يلي عم بيصب بمحل معين تنبني بناء مشترك. اذا كل الشقف مثل بعضها ما بتركب البازل. انت بحاجة لاختلاف مع نقص معين بيكملوا بعضهم تيصير بناء. وبالنسبة للكرفان كتير ضروري الناس تشوف تتعرف انه في شيء عم بيصير، تتحس بشيء معين. كان ضروري ان يكون هالكرفان موجودة حتى لو النشاطات مش عم تصير بقلبها تحديدا، بس كتير ضروري العامل النظر نكون عم نشغله تيجذب حشرية معينة تنوصل رسالة معينة من خلالها. هذه كمان كلها من التقنيات يلي نحن بحاجة انه نستعملها تنكون عم نستعمل رمزيات توصل للإنسان يقدر يوصل المسج من خلالها. مازال دارين الحج، شو الكلمات اللي حابة تختاريها لتنهي هيدا اللقاء؟ أنا بصراحة بما أنه هذا اللقاء يعني كان تركيزه على موضوع المصالحة، بحب من هذا المنبر أقول لكتير من العالم أنه في شباب بيفكروا بهالطريقة، بيفكروا بطريقة العنف وبيتقبلوا الآخر، وبتمنى أنه نعطاهم فرصة أنهم يعبروا أكتر عن نفسهم مش بس بنطاق المجتمع المدني، يعني منظمات نحن كمان بمحيطهم هن. وبتمنى انه يكون عندهم دور اتليست يعني على الاقل ببناء سياسه بلبنان، مش بس يكونوا على على جنب بس بيجوا بيتهبوا بفلو. لا يعمروا وطن. دكتور هندي كفي بنفس الفكره اذا بدك، وهذا شيء عزيز على قلبي كثير. واذا بدي اختم بنقي هالفكره، ما بقى نلوم حدا. إذا أنت حابب، كان يقول غاندي، أنت التغيير اللي بدك تشوفه بالعالم. كل واحد منا مثل ما تفضل دكتور زياد عنده مسؤولية أساسية. كل شاب منا ما في لوم لا سياسي ولا جامعة ولا أهل. فرجيني أنت شو بدك تعمل. مجالات مفتوحة قدامك، أهل حالك وخذ المجتمع وكون أنت التغيير اللي حابين نشوفه ببلدنا. من يأس منه ونفل. حلو دكتور هندي، أنا بشكرك لحضورك معنا اليوم والله يبارك خطواتك. مدمونزيل حاج كمان أنا بشكر حضورك وكمان الله يبارك خطواتك بمؤسسة ألف. وعلى أمل أعزائي أنه تخرق مثل ما قالت دارين، على أمل أنه أعزائي تخرق أفكار طرحناها اليوم بعد الحلقة قلوبنا وتكسر بعض الحواجز النفسية واللي هي قد تكون أحيانا حقيقية للأسف. عمل أنه تخرق الأفكار كلها وصدع الأفكار يفوت على قلوبنا. بترككم وبنلتقى بأسبوع القادم.